الأمم المتحدة إلى ليبيا الذي أكد على ضرورة تجسيد مسار برلين. جئت للجزائر قادما من ليبيا بعد جملة من المشاورات والمحادثات مع القادة والمسؤولين الليبيين حول كيفية التقدم في مسار إجراء الانتخابات لضمان شفافيتها ومصداقيتها، كما درسنا عدة ملفات خاصة بالوضع الأمني والإنساني مع التأكيد على اعتماد مسار برلين. في 24 من كانون الأول ديسمبر. بان كولي أدوي مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن اعتبر لقاء الجزائر بذلك الجهد الإفريقي الرامي إلى إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا. اللقاء يعتبر هذا اللقاء جهدا إفريقيا بينيا يعمل على إرساء السلم والاستقرار في ليبيا وجيرانها المباشرين، وهو ما يجعله استراتيجيا للغاية لليبيا في المستقبل. هذه الأرضية جسر مهم للتشاور من أجل إيجاد حل لمشاكل إفريقيا. الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد أن لقاء دول جوار ليبيا بالجزائر يعد محطة في مسار جهود مشتركة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا. يأتي اجتماعنا اليوم بعدما حدثت تطورات مهمة منذ انعقاد الاجتماع الأخير لهذه الآلية في يناير عام 2020، منها التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 برعاية أممية في شهر أكتوبر الماضي، وكذلك توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل لتسوية الأزمة الليبية في نوفمبر 2020. هذا ويرسم اجتماع الجزائر معالم آفاق واعدة للحل الشامل لتسوية الأزمة الليبية.